في ضمير واسع يبلع الجمل، يبرر كل شيء. وماله ملامه، دي حاجة بسيطة. وفي ضمير ضيق، ضمير موسوس، يظن الشر حيث لا يوجد شر، ويرى الخطأ حيث لا يوجد خطأ، أو يكبر من قيمة الأخطاء فوق حجمها. ده اسمه ضمير ضيق، وأحياناً يسمونه ضمير موسوس. وفي ضمير صالح مظبوط، لا يزود ولا ينقص. ولذلك بولس الرسول أحيانا كان يقول أنا بضمير صالح أمام الله بعمل كذا. دول أنواع الضمير. والضمير أعلى من القانون، الضمير أعلى من القانون، أو أوسع مجالا من القانون، أي قانون. ليه؟ الضمير ممكن أن يحكم على الفكر، القانون مش ممكن يحكم على الفكر. الضمير ممكن يحكم على النية، نية الإنسان من جوه، ينوي أن يفعل عملا ولسه ما عملوش، القانون ما يحكمش على دي. الضمير يحكم أيضا على الشهوة أو الرغبة، رغبة القلب أو شهوته. القانون مش ممكن يحكم على الشهوة أو الرغبة. القانون ما يحكمش غير على العمل الذي تم، لكن العمل اللي ما تمش ما يحكمش عليه القانون. الضمير يحكم أيضا على خطأ الحواس. إذا الإنسان نظر نظرة شريرة، الضمير يحكم عليها، أو سمع أشياء لا يليق به أن يسمعها، زي يسمع فكاهات بذيئة أو أغنيات رديئة أو يسمع شرور، كل دي ضميره يعاتب عليه. الضمير أيضا ياخد منطقة أوسع من كده. يعني القانون يحكم على الأخطاء التي تتم، لكن الضمير ليه اتجاه أكتر من كده، يحاكم على عدم فعل الخير. مش ممكن القانون يحاكم واحد على إنه ما فعلش الخير، لكن ضميره يحاسب. ما أعطاش واحد محتاج يحاسب، القانون ما يحاسبوش. أيضا القانون بيحتاج إلى أدلة يثبت بها حكم، وياما في ناس بيبرئوا لعدم ثبوت الأدلة أو عدم كفاية الأدلة، لكن الضمير عارف كل حاجة وعارف الخفيات. فالضمير مجاله أوسع بكثير من القانون.